تعالوا اخدكم فطور لاحلى اير بي ام بي في القاهره. ويلكم تو هاوس بوت 65. بيت في وسط النيل فيه 4 ابارتمنتس. اول ابارتمنت اسمها اون ذا نايل، وده علشان حرفيا هتحسوا ان انتوا قاعدين جوه النيل. فيها 2 فيري نايس بيدرومز، ليفينج روم فيها يور اون بيانو وتفاصيل كتيره لذيذه جدا. واحلى مكان بالنسبه لي في الابارتمنت دي كان الدايننج اريا، عشان الفيو بتاعها حلو قوي، وكمان قدامها على طول ا فولي ايكويبد كيتشن و ا فيري نايس سايز باثروم. ابارتمنت نمبر 2 اسمها ذا كوزي نايل سويت. صراحة دي كانت my favorite apartment عشان التفاصيل اللي فيها، زي ان وانت قاعد عادي جدا on your bed you can see the Nile، وكمان ال glass shower وال mini kitchen. بالنسبة لي it's perfect for a solo traveler أو two couples عايزين يقعدوا في حتة هادية وكوزي. apartment number 3 is the Nile loft suite، ودي بجد لما تدخلوها هتحسوا ان انتوا اعصابكم ارتاحت تماما. الابارتمنت دي برضو fully equipped with a kitchen, a very nice sized bed and bathroom، وكمان seating area لذيذة جدا. واخر ابارتمنت هي ديلوكس جلاس هاوس، والجلاس شيب بتاعه بخليك تحس ان انت شايف القاهرة كلها. الديلوكس جلاس هاوس فيه برضو a bathroom and a very nice sized bedroom. ديزاين بتاعها very minimal ومساحتها لذيذة جدا. بوت هاوس 65 واحد من البوت هاوسز القليلين اللي لسه موجودين في القاهرة، عشان كده definitely لازم تجربوا تقعدوا فيه لانه it's very unique، وكمان في options كتيرة قوي to suit every need. Subscribe for the next hidden Airbnb.